السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معي على قناة من مطبخ أسرتي. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم خبيزات الهامبورغر، فغادي ندوزو إن شاء الله المقادير وطريقة التحضير. فبالنسبة لهاد الخبيزات الهامبورغر غادي نحتاج حبة ديال البيض، غنحتاج 50 غرام ديال الزبدة لينة على حرارة المطبخ، غنحتاج معلقة صغيرة ديال الملحة، هنا عندي 2 معالق كبار ديال السكر، هنا عندي 125 مليليتر ديال الحليب و 125 مليليتر ديال الماء. خلطت هنا الماء والحليب المجموع 250 مليليتر. هنا عندي كيس ديال خميرة الخبز 7 غرام، وعندي الدقيق. فغادي ندوزو ان شاء الله لطريقة التحضير. فهنايا في وعاء كندير الخليط ديال الماء والحليب، عندي الماء والحليب دافئ ماشي سخون بزاف وماشي بارد، دافئ انا دفيته شويه، وغنضيف الخميره ديال الخبز بسم الله مع السكر، غنخلط على مد الدوبليه شويه الخميره، غنضيف البيض حبات البيض وغادي نخلط. غادي نضيف الدقيق، ما غنضيفش كله، نضيف شويه، نخلي شويه. هنا عندي 550 غرام، غادي نشوف شحال غادي نحتاج على حسب كل مره شحال كنحتاجو ديال الدقيق. غندير معلقه ديال الملحه، معلقه صغيره، فبالنسبه للدقيق غادي نبقاو كنضيفو شويه بشويه حتى كتجمع لينا العجينه. فهاد العجينه ما كتجيش قاصحه بزاف وما كتجيش هي جاريه، كتجي ملخوفه شاده راسها ولكن رطبه. وكنخلط غير بيديه، تقدروا ديرو حتى في الماكينه اولا في الخلاط الكهربائي. انا غنضيف شويه ديال الدقيق، مازال باقي لنا عاد الزبده، فحتى الزبده راه كتخلي العجينه مرخوفه. انا غادي نجمع العجينه مع هذا الدقيق، وغادي نضيفه في الاخير 50 غرام ديال الزبده تجمع عندي العجينة مزيان. صافي، هنا فاش كتجمع عندي العجينة على هذا الشكل هذا، ما كنقصحوهاش بزاف، فبقى لي الدقيق هنا بقى لي 80 غرام، انا ما درتوش كله كما قلت، كان عندي 550 غرام. غنضيف دابا الزبدة وغادي نعجنها حتى كتجانس لي الزبدة مع هاد العجينة هاد الطريقة، لأن الزبدة باقي غادي ترخف لينا العجينة. صافي، هنايا من بعد ما كتجمع عندي فالعجينه كترجع بحال هكا، هي كتكون مرخوفه ماشي قاصحه بزاف وما كتلصقش. دابا انا غادي نقسمها في البلاصه وغنخليوها تخمر، غنقرصها غنشكلها كويرات صغار. هاد العجينه انا غندير بها 8 ديال الحبات ديال خبيزه الهامبورغر. نتوما كديروا الحجم اللي بغيتو، بغيتوهم صغارين بزاف ديروهم صغار، بغيتوهم ديروهم توستين كديروهم توستين. فانا غنقسم العجينه على 8 وغادي نوزنهم باش يجيني قياس واحد. فانتوما تقدروا ديروا يا عينكم ميزانكم
يا كتستعينوا بالميزان على حسب الرغبة. هنا أنا قسمتها العجينة الكويرات، درت فيهم 100 وشي حاجة، 100 غرام وشوية الجرامات. فكما قلت الحجم كيبقى اختياري اللي بغيتو نتوما. أنا درت 8 ديال الكويرات، فكنشكلهم على هذه الطريقة. هنا كنبسط كل دائرة شوية على هذا الشكل هذا، وكنحطها مباشرة في اللاطة ديال الفران، وكنخليهم يخمروا المدة ديال نص ساعة ولا 25 دقيقة، على حسب الجو اللي عندكم وعلى حسب الجو ديال المطبخ. فهما كيضوب الحجم ديالو، كيبان لينا انهم خمروا. صافي، انا قرصتهم فوق الطاوله بلا دقيق بلا والو، فما كيلصقو شي. وكنعاود كنقادهم شويه في اللاطه ديال الفرن. هنا ضروري تبعدوا بيناتهم، لان مازال غادي يكبروا شويه باش ما يجيوناش متلاصقين. صافي، انا غادي نغطيهم بلاستيكه ونخليهم تيخمروا ونكملوا ان شاء الله. من بعد الاختمار كنحتاج البيضه واحده مع شويه الحليب، كندهن بها البوغا وكنرش بالجنجلان. غندخلهم للفرن على 180 درجة حتى كيتحمروا. وكندهنهم غير بشويه، ما نحاولوا ما نبركوش عليهم، ما نضغطوش عليهم باش يبقاو منفوخين. صافي، وكنزينو يا بجنجلان يا حبة البركة اللي بغيتو. والفرن ما نجهدوش، نخليوه على درجة ماشي مجهدة بزاف، منخفضة. ها هما الهامبورغر من بعد ما خرجتهم من الفرن، فهما ما كياخدوش معايا بزاف الوقت في الفران دغيا كيطيبو. فراهم كيجيو غزالين، فنين كيجيو هاد الهامبورغات، كيجيو رطب. هانتوما كيجيو هشاش وكيجيو احسن من ديال اللي كنشريو من المحلات. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. وإلا بغيتو ديرو هاد الخبيزات صغارين على هكا، تقدروا ديروهم صغار على حسب الذوق ديالكم. انا عملتهم حجم كبير، اللي غياكل وحده ما يزيدش. فنتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه. الى عجبتكم الوصفه وعجبكم الفيديو، ما تنسونيش كيف ديما بلايك ومشاركه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.